بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتطرق في هذه الحصة إلى الفصل الثاني من الدورة الثانية، وهو مراحل تشكل الصخور الرصوية. إذا كتقديم، من المعلوم بأن الطبيعة المغربية والطبيعة بصفة عامة تتميز بمناظر جيولوجية، حيث تتكون من صخور ذات طبيعة مختلفة، كما أنها تتغير باستمرار بفهم تأثير عدة عوامل. بطبيعة الحال، لمعرفة هذه العوامل المؤثرة على هذه الصخور، نلاحظ الصور التالية. إذا بالنسبة للصورة الأولى، تبين تعرض الجرف إلى التشقق والتفتت نتيجة تلاطم أمواج البحر بالجرف، مما يؤدي إلى تراجع هذا الجرف. بالنسبة للصورة الثانية، بطبيعة الحال تبين تعرض الصخور الهشة إلى الرياح المحملة بالرمال، مما يعطينا مثل هذه المناظر الجيولوجية. بالنسبة للصورة الموالية، تبين منظر جيولوجي ناتج بطبيعة الحال عن تأثير المياه الحمضية التي سنتطرق إليها فيما بعد على الصخور الكلسية. بالنسبة للصورة الموالية، تبين منظر جيولوجي، وهذا المنظر الجيولوجي بطبيعة الحال أيضا يتعرض إلى الحد، لأنه من طبيعة الحال أنه أثناء الصيف تكون الحرارة جد مرتفعة، مما يؤدي إلى تشقق الصخور الصلبة، كما أنه عندما تكون البرودة يعني في فصل الشتاء تمتلئ هذه الشقوق بالماء فيتجمد الماء، وتجمد الماء يؤدي إلى ازدياد حجمه، وبالتالي تزداد هذه الشقوق نتيجة ازدياد حجم الماء، وبالتالي في هذه جميع العوامل تؤدي إلى حث هذه الصخور. وهنا نتكلم عن الحث الميكانيكي، بحيث يؤدي هذا الحث إلى تشقق وتفتت الصخور، وذلك بفعل عدة عوامل. أهم هذه العوامل هي قوة اصطدام أمواج البحر بالصخور، قوة الرياح المحملة بالرمال، ثم قوة تساقط الأمطار، إضافة إلى تغير درجة الحرارة. إذن هذا بالنسبة للجزء الأول الذي هو الحث الميكانيكي. الجزء الثاني هو الحث الكيميائي. الحث الكيميائي ينتج يعني تحت تأثير مواد كيميائية، ولمعرفة كيف تتأثر الصخور بالحث الكيميائي نلاحظ المناولة التالية. عند إضافة حمض الكلوردريك إلى صخرة كلسية نلاحظ حدود فوران، وبالتالي نستنتج من هذه المناولة أو من هذه الملاحظة أن الفوران يدل على اختفاء الكيس تدريجيا، بحيث بعد إضافة حمض الكلوردريك يؤدي إلى ذوبان الكيس الموجود في الصخور. إذا نستنتج طبيعيا أن أثناء تساقط الأمطار فهي تغتني بثنائي أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي فتتحول إلى أمطار حمضية، كما تغتني البحار بثنائي أكسيد الكربون المطروح من طرف الكائنات الحية التي تعيش في البحر وتتحول إلى مياه حمضية، وتؤدي هذه الأمطار الحمضية بطبيعة الحال إلى ذوبان الكلس الموجود في الصخور، فتظهر شقوق تتسع شيئا فشيئا لتعطي حفر كبيرة. إذا بالنسبة سواء الحث الميكانيكي أو الحث الكيميائي تنتج عنه عدة عناصر كتسمى بالعناصر الحوتاتية مختلفة القدر، هي الجلاميد أو الحاصى أو الرمل أو الطين، وهناك أيضا عناصر مذابة في الماء. بطبيعة الحال هذه العناصر كمثال نلاحظ هنا الجلاميد وهي الصخور الكبيرة، ثم الحاصى وهي الصخور المتوسطة، ثم الرمال وهي عناصر دقيقة، ثم الطين وهي عناصر أدق من الرمال. بطبيعة الحال هذه العناصر تتعرض إلى عملية النقل. إذا بعد الحث سنتطرق إلى عملية النقل، أي نقل نواتج الحث. والنقل يتم بواسطة عاملين أساسيين، أولهما الماء. إذا الماء أيضا يقوم بنقل نواتج الناتجة عن الحث. إذا من خلال الصورة يتبين أنه أثناء تهاطل الأمطار تكون مياه الودية المعكرة نتيجة نقلها لنواتج الحث التي هي عبارة عن حصى رمل وهكذا، وبالتالي هذه العناصر يتم نقلها إما وهي متدحرجة في قاع النهر بالنسبة للعناصر الكبيرة، وإما تنقل وهي عالقة في الماء كالعناصر الصغيرة. العامل الثاني المسؤول عن النقل وهو الرياح.
الرياح من المعروف بأن المناطق الصحراوية تتميز بهبوب رياح قوية مسؤولة عن نقل الرمال وتشكل الكتبان الرملية. إذن الرياح أيضا تعتبر عامل أساسي في نقل نواتج الحدث. إذن تنقل الرياح الرواسب ذات الوزن الخفيف والمكون من حبات الرمل والطين على مسافة تختلف حسب قوات التيار الهوائي. الفقرة الموالية هي تمكننا وهو كيف نتمكن من تحديد عامل نقل الرمال. إذن لتحديد عامل نقل الرمال نقوم بدراسة شكل ومظهر حبات المرو الموجودة في الرمال والتي تمكننا من تحديد عامل النقل التي تعرضت له. وللحصول على حبات المرو نقوم بغسل الرمل بالماء لإزالة الطين ثم بحمض كلوريدريك لإذابة الكلس ثم نلاحظ بالمكبر الزوجي حيث يمكن تمييز ثلاثة أنماط من حبات المرو. إذا كما نلاحظ في الصورة هناك ثلاثة أنماط من حبات المرو. هناك الرمل بطبيعة الحال المنقول بواسطة الرياح وتكون أغلب حبيباته مستديرة وغير لامعة وذلك بسبب فقدانها للزوايا الحادة بفعل احتكاكها مع بعضها. ثم لدينا الرمل المنقول بواسطة المياه وتكون أغلب حبيباته مدملكة ولامعة وذلك بسبب فقدانها للزوايا الحادة بفعل تدحرجها في النهر واحتفاظ الماء بلمعانها. ثم هناك أيضا حبات مرو غير محزة أي أن لديها زوايا حادة وذلك نتيجة وذلك ما يدل على أنها نقلت لمسافة قصيرة. وبالجدول التالي يلخص لنا الشكل ديال حبات المرو ثم طابق الحال عامل النقل ومدة النقل. فبالنسبة لحبات الرمل المستديرة وغير لامعة فهي قد تعرضت للنقل بواسطة طابية الحال الرياح ولمدة النقل طويلة مما أعطانا هذا الشكل الدائري. الشكل الثاني هي حبات المرو المدملكة والبراقة اللمعان ديالها ناتج عن نقلها بواسطة الماء والشكل ديالها ناتج عن نقلها لمسافة متوسطة. الشكل الأخير هي حبات مرو غير محزة يعني تحتفظ بالزوايا الحادة هنا زوايا حادة هذا دليل على أنها نقلت لمسافة قصيرة طبعا بواسطة المياه. ننتقل إلى الفقرة الموالية وهي الترسل. إذن هذه العوامل ذكرنا في الأول عوامل النقل يعني نقل نواتج الحث ثم الفقرة الثالثة هي الترسب يعني بعد نقلها تخضع إلى الترسب والترسب يكون في أوساط مختلفة. إذا نبدأ بالترسب في الوسط النهري كما تبين الوثيقة التالية أن العناصر المنقولة في على مستوى النهر هناك عناصر إذا بدأنا من عالية النهر نحو سافلة النهر نلاحظ بأن هناك جلاميد في الأعلى ثم الحصى ثم الرمل ثم الطين وبالتالي فكلما انتقلنا من عالية النهر إلى سافلة النهر تنقص سرعة التيار المائي وبالتالي لا يسمح إلا بترسب العناصر الكبيرة لأن سرعة التيار المائي في الأعلى مرتفعة ثم تنقص سرعة التيار المائي نتيجة نقصان انحدار النهر وبالتالي تبدأ العناصر دقيقة في الترسب وبالتالي نحصل على نوع من الترسب نسميه بالترسب الأفقي نتيجة ترسب هذه العناصر أفقيا. وبالتالي نستنتج بأن انخفاض سرعة التيار المائي يؤدي إلى ترسب العناصر الحوتاتية المنقولة بواسطة المياه حسب ترتيب أفقي ويتحكم في هذا الترتيب عاملين أساسيين. أولا قد العناصر المنقولة بحيث نجد العناصر المنقولة الكبيرة توجد في عالية النهر ثم العامل الآخر وهو سرعة التيار المائي حيث كلما انتقلنا من عالية النهر إلى سافلة النهر ينقص سرعة التيار المائي نتيجة نقصان انحدار النهر. كالملحوظة في الأوساط الرسوبية أي في الأحواض الرسوبية تترسب العناصر الحوتاتية وفق ترتيب عمودي حيث ينقص قد العناصر المترسبة تدريجيا من الأسفل إلى الأعلى. إذا هذا النوع من الترسب نسميه بترسب أو ترتيب عمودي بحيث نجد في الأسفل
العناصر الحوتاتية الكبيرة وفي الأعلى الصغيرة. بطبيعة الحال هنا نتكلم عن المناطق أو الأحواض الرسوبية. بعد ما تطرقنا إلى الترسب في الوسط النهري، الجزء الثاني هو الترسب في الوسط البحري. إذا الوثيقة التي أمامنا تبين بأن البحر أو المنطقة البحرية تنقسم إلى عدة مناطق، من بينها المنطقة النيريتية والمنطقة البلاجية. إذا كلما انتقلنا من ميناء الشاطئ نحو أعماق البحر نلاحظ ترسب عناصر حوتاتية. في الأعلى نجد جلاميد، ثم نجد الحصى والرمل والطين والكيس. بطبيعة الحال هنا عندنا الاتجاه داخل أعماق البحار. ولمعرفة العوامل المسؤولة عن هذا الترسب نلاحظ الوثيقة الموالية. نلاحظ أنه كلما تعمقنا في البحر، أي من المنطقة الساحلية نحو الأعماق الكبيرة، إلا وتزداد قوة التيار المائي، ثم العناصر المترسبة ينقص قدها، وبالتالي نستنتج بأن في الوسط البحري يتحكم في ترسب الرواسب عاملين، وهما أولا قد العناصر المنقولة، ثم قوة التيار المائي الذي ينقص كلما تعمقنا في أعماق البحار. المنطقة الموالية هو الترسب في الوسط اللاغوني. والوسط اللاغوني نقصد باللاغون مساحة مياه راكدة تتصم بطبيعة الحال من حين إلى آخر بالبحر، وعند تعرضها يعني تعرض هذه اللاغون إلى عملية التبخر تترسب في اللاغون رواسب كربوناتية وملحية. إذا الصورة الموالية تبين ولا توضح اللاغون. بطبيعة الحال هنا اللاغون ثم البحر. إذن عندما تمتلئ هذه المنطقة بمياه البحر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يتبخر الماء فتترسب العناصر. إذا العوامل المسؤولة عن ترسب هذه العناصر هي أول حاجة تركيز المواد الذائبة، يعني المواد الذائبة الموجودة في الماء كلما كان التركيز ديالها مرتفع فهي الأولى ستترسب، ثم سرعة التبخر، يعني كلما كانت الشمس أو درجة الحرارة مرتفعة كلما ترسبت هذه العناصر أكثر. كما تبين الصور هنا إنتاج أو لا استخراج الملح نتيجة تبخر مياه البحر.